جريدة الدولة الجديدة. أحددي الوجه الذي ظهر لأول مرة في قضية جماعة سيدي علاء المصدر، أنت ضمن المتهمين اللي تقدم بهم هذا الرئيس بشكاية، تقدر تقول لنا شنو هما التهم الموجهة لك، شنو هما الكواليس اللي عودتي لنا وبغينا الرأي العام يعرفهم، شكون اللي دار رئيس جماعة سيدي علاء المصدر في ذاك المكان، شنو هو الاتفاق، شنو تقدر تقول لنا في هذا الإطار؟ تفضل. شكرا استاذ مراد. اليوم احنا تقدمنا عند سيد وكيل جلالة الملك خميسات حكم اتهام اللي هي اتهمنا بها السيد الرئيس، فهي تهم باطله، واستغربت بان باش يقحمني هو في هذه الشكايه، وانا تنظن بان قلت ربما واش انسى عبد الرحيم، بان عبد الرحيم هو اللي كان حطه في 2009 مقابل باش يعطينا غير قسم في المصحف. يعني كتقصد حطوه في 2009، يعني انت اللي درتيه على راس الجماعه. على راس الجماعه في 2009، فتنتفاجئ كيفاش هذا السيد الرئيس اللي عطاته الخبز يعطاه. فعندنا ثقه كبيره في النيابه العامه ديالنا ديال الخميسات، وننتظر ان شاء الله اخبار ساره، وهذه فرصه للساكنه باش ترجع الحقوق ديالها من هذا السيد الرئيس. وتنقول الكلمة ديالي للآخر هو انقلب السحر على الساحر. شكرا سي مراد. سي محمد الحسيني، بحكم أنك أحد الأطراف ديال المتابعين في هذه القضية، أو شنو تقدر تقول لنا على الاتهامات اللي وجهت لكم النيابة العامة، أو الشكاية اللي تقدم بها رئيس جماعة سيدي علاء المصدر، شنو أنت كنتي لداخل، شنو تقدر توصل لنا، كيفاش علاش ما جاش الرئيس، شنو هما المجريات اللي دازوا لداخل، شنو تقدر تقول لنا في هذا الإطار؟ أولا شكرا لدولة جديدة على التغطية الصحفية أمام محكمة الخميسات والمحكمة الابتدائية بالخميسات. أود أن أقول أن يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته فيما يقع بجماعة تيتابو. نحن كرابطة مغربية مواطنة وحقوق الإنسان فرع الخميسات، بعد عدة طلبات مؤازرة التي تقدم بها عدد من المتضررين وعدد من السكان والطواوير المتضررة من جراء انعدام الطرقات والمسالك إلى غير ذلك، قمنا بعدد من يعني نقل عدد من اللي لايف ونقل عدد من اللي فيديو اللي تصرحوا بها المهتمين في الشأن المحلي والساكنه واطراف معنيه من ابناء المنطقه، يؤكدون على ان هناك حيف ومحاباه واقصاء وتهميش الى غير ذلك. نحن ننقل فقط، نتفاجأ ان السيد الرئيس يحاول ان يقحمني في هذا الملف على اساس انني اقوم بتشهير به او شيء من هذا القبيل، ولكن لم يكن له ذلك ولن يكون له ذلك، لان الرابطه المغربيه المواطنه حقوق الانسان تشتغل على الدفاع على حقوق المواطن وحقوق يعني الانسان فيما يفيد فقط، مع يعني ما لم يترتب على ذلك مضره. انتم متمسكين كاخر كلمه، متمسكين بالاقوال ديالكم، متمسكين متمسكين بالاقوال ديالنا، ونحن نعني ما نقول، وكرابطة مغربية توضيح نحن ننقل ما يصرح به المتضرر والمتضررات من المواطن العبيوي ككل فقط. شكرا. سي محمد، انت من ضمن الاطراف وانت الذي فجرت هذه القنبله، هذه اللي سميتها بقنبله فساد جماعه سيدي علاء المصدر، على اثر الفيديو اللي كانت نشر اول مره ديال استعمال اليات الجماعه في ارض خاصه. شفنا واحد الفيديو اخر ديالك ديال واحد المكان اللي قلتي فيه بانها محلبه، وكانت واحد الصوره اللي هي يعني ما كتشرفش الجماعه. شنو تقدر تقول لنا على كيفاش شنو وقع اليوم هنايا، شنو هما الاتهامات اللي موجهين ليك، شنو تقول لنا في الاطار؟ الاتهامات اللي وجهوا ليا كنشرفوا بعدا الدوله الجديده على التضحيه ديالها معنا، وكنشكروا النيابه العامه حتى هي اللي كتسولنا وكنجابوها بكل صراحه، وهاد الخروقات هادو اللي كنصرحوا بهم هما واقعيين. هاد المركز هذا ملي مات الرحيل الحاج بوعزة وجا الاخ الحسين بجطيط، ومن تم الاهمال ديال هذا المركز هذا. اللحظه فاش مشينا عند رئيس الجامعه كنصرحوا ليه بالاهمال ديال المركز، قال لك انا ماشي شغلي، انا ما عنديش دخل في هذا المركز هذا. ملي قال لنا السيد هذا ما عنديش دخل في هذا المركز هذا، ناظرنا التصريحات ديالنا
شنو هما الاتهامات اللي او شنو هما التهم اللي تبعتكم بها النيابه العامه؟ دعا نصائد الرئيس جامعه سيدي الله مصدر السيد عادل اوناصر، قال لي كنقول لي انا شفار، كان انا هذا الشفار هذه كنقصد بها فينا هما المسائل اللي كتخلق في جامعه سيدي الله المصدر. ما بغيتكش تبين لي الوراق، وري لي شنو كدير في ارض جامعه سيدي الله المصدر كواقعي، شنو بنيتي، شنو صلحتي في المسالك. حنا ما بغيناش الاصلاح بالرمال ديال البير، هذاك المشروع ديال الاصلاح ديال المسالك خصو يكون بالتوفنا ولا غودرون، ماشي بالرمال ديال البير. راه حرام عليك باش تصرح بالرمال ديال البير. الرمال ديال البير ما كيتمش بها الاصلاح ديال المسالك، راه تصب الشتا تيمشي داك الشيء كله، راه غارمله، ماشي هي توفنا كنهزو. انت ديما كنلقاو التراكتور كتهز الرمال ديال البير من ممتلكات عباد الله، وكيوجه ليا بانه هو قال لك انا كنتهمو كشفار. راه كاين واحد المتنفس تما كنخلقو جريده بسبعه ديال المليون، ما كتواجدش لي حد الان في جامعه سيدي الله المصدر، ما كيتواجدش كاع داك المشروع في جامعه سيدي الله المصدر، وهو تيصرح متنفس جريده ملاعب القرب، وهذا ما كايناش. وكيتم قالك المشروع ديالها دار بسبعه ديال المليون ولا مرات سته ديال المليون، ما كيتواجدش هاد السعه هادي في جامعه سيدي الله المصدر. هذا اللي بغيت نوصل انا للسلطات، بانه هذا المشروع هذا اللي كنتهموا به انايا ما كيتواجدش، هو اللي جعلني باش نقول هاد السيده هذا المشروع هذا راه تسرق، مشروع تسرق. صافي هادشي اللي كنعرف انايا. سي بوطاري، انت يا ضمن المتهمين اللي تقدم بهم رئيس جامعه سيدي علا المصدر بشكايه، واللي كنتي ضمن المستدعين امام النيابه العامه اليوم بمدينه الخميس، شنو تقدر تقول لنا في هذا الاطار شنو هما التهم اللي تهمك بهم رئيس الجماعه والمحامي في نفس الوقت، شنو تقدر تقول لنا في هذا الاطار؟ بصفتي شكرا بعد الدوله الجديده الجريده المحترمه، بصفتي كعضو نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، سبق لي برفقة الباقي الأعضاء ديال المركز المغربي تقدمنا لجامعة سيدي علا المصدر بطلب توضيح فيما يخص الفيديوهات اللي تداولت على المواقع التواصل الاجتماعي والجريدة ديالكم نيت. وهذا المهم، فاش طلبنا طلب التوضيح كنت فاجئ انني شي صفحات سبوني في الفيسبوك، مشيت نحط الشكايه ديالي عند رجال الدرك الملكي، سحبت ديك السب والقذف والشتم عن طريق المفوض، مشيت للدرك الملكي سولوني العلاقه ديالي مع الرابطه المغربيه، مع المغرب الاخضر، مع الاطراف اللي مدعي عليهم، وجاتني من الجندرم باش نمشي النيابه العامه، سولوني على التعاليق اللي درت في واحد البث المباشر ديال طريق مقبره طلحه والاناره العموميه والاناره الضعيفه في دواريت بن سعيد. وهذا الشيء شنو، واش ما عجبش السيد الرئيس ولا كيقول ما كاينش ولا شنو؟ بالنسبه لي انا ما نقدرش نجاوب، علاش؟ لان فاش جاتني انا اخباريه من الدرك باش نمشي للنيابه العامه، والسيد الوكيل سولني على التعاليق اللي درت، حاجه عاديه، ماشي التعاليق كنطلب فيهم غير طريق المقبره ديال الطلحه والاناره العموميه، ويزيدوا الفولتاج ديال الضوء، لان ما كيدورش لي ماشين ديال الرخام ولا موزيك وداك الشيء، حيت الدوار فيه الاناره ضعيفه بسبب الكثافه ديال السكينه. انت باقي متمسكون بالاقوال ديالكم؟ انا متمسك بالاقوال ديالي كحقوقي، راه تنتمي للمركز المغربي لحقوق الانسان، ولا زلنا ننتظر جواب جامعه سيدي علا المصدر على طلب التوضيح اللي حطيناه في الجامعه. شكرا للدوله الجديده. إذن شكرا لكم جميعا متابعينا الكرام، دائما كما عودناكم أننا نلقوا لكم الصورة كاملة، وفي إطار الغياب الطرف الثاني اللي هو رئيس جامعة سيدي علا المصدر، نقول لكم من هذا المنبر بأن كل من ذكر اسمه بهذا الفيديو فله حق الرد، وحق الرد أنه مكفول. مشاهدينا الكرام، كنا معكم من أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات على إثر القضية التي عرفت بفساد جامعة سيدي علا المصدر والشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة. إذن نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في موضوع آخر، ونبت لكم حلقات وأشرطة أخرى لمتابعة هذه القضية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، شكرا لكم جميعا.